بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده إن شاء الله نبدأ إن احنا نتكلم على السلف كيبورد مع الستاتيك كيبورد، نشوف نقدر نستخدمهم إزاي. مبدئيا كده هنبدأ بالسلف كيبورد. السلف كيبورد هي قريبة شوية من الدس، يعني أنا دلوقتي لو عملت الميثود اللي اسمها انستنس، ودي كل اللي بتعمله إنها بترتيرن الدس، تمام؟ دي احنا شفناها قبل كده وعرفنا هي بتعمل إيه. طيب لو عملت ميثود تانية مثلا اسمها انستنس 2، الميثود دي كل اللي بتعمله بتقول مثلا return self، هتلاقي هنا error. الايرور الاولاني بيقول لك ايه؟ undefined constant user. يعني ايه؟ يعني السيلف دي هي بتشير لليوزر نفسه، this بتشير للcurrent object، تمام؟ هتلاقي ايه؟ refers to the current object. السيلف بقى بترفير للcurrent class، يعني الclass scope كله مش الobject الواحد بس. فانا قلت return new this، دول بقوا equivalent لبعض. ليه؟ لاني كده كاني قلت مثلا return new user، فريترن نيو يوزر وذس هي نفسها نيو يوزر او هي انستنس من اليوزر، فالاثنين ايكوفرنت. فاكيد السيلف يعني مش هستخدمها ان انا اعمل ريترن نيو سيلف بالمنظر ده، ما ريترن ذس وخلاص. بس تعال نتست الموضوع ده. يعني لو قلت لك دلوقتي ان اليوزر ده بيساوي نيو يوزر، وعملت مثلا فار دمب على اليوزر انستنس انها بتساوي، الكلمه دي غلط، انستنس بتساوي اليوزر انستنس 2، المتوقع انها هتبقى بوليان ترو، وده تمام. طيب دلوقتي بقى السيلف اقدر استخدمها فين؟ السيلف بتقدر تستخدمها مع الحاجات اللي يعني بتكون ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ يعني دلوقتي مثلا انت عندك ميثود هنا، الميثود دي مش ستاتيك، هنفهم الستاتيك كيورد كمان شويه. السيلف الذس ما تقدرش انها تتعامل معاها، لان الستاتيك كيورد دي ما بتبقاش اوبجكت كونتكست، انما السيلف بتقدر تتعامل معاها. طيب تعالى بقى نشوف ايه هي الستاتيك كيورد دي اللي السيلف جاي تتعامل معاها. مبدئيا الستاتيك كيورد تقدر انت تستخدمها في 3 كيسز، ان انت تديفاين ستاتيك اند static properties and methods to bind methods او let static binding، يعني دي حاجه هنتكلم عليها بعدين. وكمان اخر حاجه تقدر تستخدمها بره الاوبجكت عادي to define a variable that keeps its current value. يعني ايه؟ يعني ممكن استخدم الستاتيك في ثلاث حالات. تعال نشوف اول حاله منهم اللي هي define static and static properties and method. دلوقتي كده لو انا جيت مثلا عملت public static function، الستاتيك كيورد بتيجي قبل الفانكشن وبتديها طبعا نفس الاسم، ممكن تقول instance، ممكن اي حاجه. انا برضو عامل لها snippet msat، هتقول له مثلا instance بالمنظر ده. دلوقتي لو جيت عملت return this هنا، بص الايرور اللي هيطلع ايه بقى. هيقول لك دلوقتي ايه؟ refers to the current object بس cannot use this in non object context. يعني الفانكشن دي مش دي كده non object context، يعني مش هقدر ان انا استخدم this keyword فيها. ليه بقى؟ لان الاستاتيك الحاجه الاستاتيك بتبقى على مستوى الكلاس كله. يعني ايه؟ دلوقتي احنا عرفنا ان الحاجه البروبرتي او الميثود بتبقى على مستوى كل انستنس. يعني ايه؟ يعني لو دلوقتي جيت قلت لك مثلا public name وسبته فاضي كده من غير اي فاليو، يعني نل، ممكن اقول مثلا يوزر الاولاني ده اليوزر نيم بتاعه بيساوي مثلا احمد، تمام؟ ممكن اعمل فاريبل ثاني اقول له يوزر 2 مثلا بيساوي نيو يوزر، وده مثلا هيبقى ليه يوزر 2 النيم بتاعه مثلا هيبقى محمد. يعني لو هيبقى محمد بالمنظر ده. ولو عملت فار دمب على كل واحد منهم يوزر ويوزر 2، ده هتلاقي ان ده ليه اسم معين وده ليه اسم معين. ليه؟ لان دي كلها بروبرتيز مش ستاتيك بروبرتيز. الحاجه اللي بتبقى مش ستاتيك بتبقى على مستوى الاوبجكت الواحد، يعني دي كل واحده منهم على مستوى النيو يوزر او مستوى الذس لوحده. الحاجه اللي ستاتيك بقى لا، بتبقى على مستوى الكلاس كله. يعني وقت ما بتديفاين حاجه ستاتيك، اي انستنس من الكلاس اللي انت بتعمله بياخد نفس الفاليو دي، خلاص هي فاليو واحده. فلو جيت دلوقتي قلت لك مثلا public static وده ليه ديفولت فاليو اسمها مثلا عبد الله مثلا، لما تيجي تعمل ريفريش هتلاقي حاجه غريبه ان لسه في public name احمد public name محمد. ده ليه؟ مبدئيا كده الستاتيك بروبرتي دي خلاص ما بقتش اكسسبل بالنسبه للاوبجكت دي. يعني انا لو شلتها كده بالمنظر ده، بص الاوبجكت ده خلاص ما بقاش ليه الستاتيك بروبرتي، هي ما بقتش موجوده بالنسبه للاوبجكت، هي موجوده للكلاس كله. فبتعامل معاه من خلال الكلاس نفسه بقى، اللي هو انا مش بقول نيو يوزر، لا انا بقول له مثلا يوزر نيم بالمنظر ده، ببدا اتعامل بالشكل ده كده من خلال الكلاس نفسه. فلما انا كنت باجي اقول هنا اليوزر نيم حاجه بالمنظر ده كده بتساوي احمد، انا كده مش بغير البروبرتي اللي موجوده هنا، انا كده بانسرت نيو بروبرتي حاجه اسمها الاوفر، حاجه اسمها الاوفرلودنج هنبقى نتكلم عنها بعدين. يعني بس انا كده بضيف بروبرتي جديده جوه الاوبجكت بتاعي، مش بغير البروبرتي الاكزيستنج دي. والدليل على كده مثلا ان انا لو غيرت دي خليتها مثلا first underscore name مثلا، وجيت عملت ريفريش، بص public name هي اللي اتحطت بس first underscore name لسه مش موجوده.
لو غيرت الفيرست اندر سكور نيم يعني انت مش هتلاقي اي تغيير للحاجه، يعني مش هتلاقي ان الفاليو اللي هنا دي هي اللي بتتغير. اتعامل بقى مع الحاجه الستاتيك ازاي؟ عن طريق السيلف كيورد او عن طريق اوبريتور اللي هو الاوبريتور ده الدبل كولن، هو ليه اسم كده يعني محدش بيعرف ينطقه فاكيد انا مش هنطقه. anyway دلوقتي لو انا جيت قلت مثلا var dump على اليوزر نفسه كده بعد كده الاوبريتور ده الدبل كولن، اقدر اقول له مثلا اليوزر سوري الفيرست اندرسكور نيم مش اليوزر. بص هتلاقي ايه هنا بره الاوبجكت كله في اللي هي عبد الله دي. طيب تعال نتاكد، لو قلت لك بقى هنا اليوزر فيرست اندرسكور نيم بتساوي احمد، بص ما اتغيرتش، عبد الله اللي فوق دي لسه زي ما هي ما اتغيرتش، انما ضف بروبرتي جديده على الاوبجكت ده اسمها فيرست اندرسكور نيم. فدي فكره الاستاتيك انها تبقى على مستوى الكلاس كله بتعامل معاها من خلال الكلاس. طيب تعال بقى نخش جوه الكلاس نفسه ونشوف نقدر نعمل ايه. فدلوقتي وانا جوه كل كلاس ممكن اقول له ايه، مثلا عندي public method get name مثلا، ودي هتقول له انها بتريترن سيلف بالنيم. بدل ما اقول اليوزر بالمنظر ده يعني عشان لو غيرت اسم الكلاس بعدين، هي دي طبعا هتبقى فيرست اندرسكور نيم، بدل لو غيرت اسم الكلاس يعني بس بقول له سيلف وخلاص. دلوقتي ممكن اقول له var dump على اليوزر ده برضو، لا مش انا اليوزر ده كده، وجيت النيم نفس الحكايه برضو لو ميثود ستاتيك بتعامل معاها بالشكل ده. هتلاقي انها هنا برضو بترترن العبد الله دي. تمام. طب ده اول استخدام للستاتيك كيورد. طب تعال نشوف اليوزج الثاني للستاتيك كيورد. الستاتيك كيورد دي بتستخدمها مع الفاريبلز عاديه. انا جيت مثلا قلت لك ستاتيك اي بتساوي اي بتساوي 1 او 5 مثلا، ده معناها ايه دلوقتي كده؟ معنى ان الاي دي ستاتيك معناها انها هتمنتين الكرنت فاليو اللي هي واقفه عليها. يعني ايه؟ يعني نفترض مثلا ان انا عندي فانكشن مثلا ريكيرسيف كولينج مثلا اي حاجه، فالفانكشن دي بتنيشاليز فاريبل اسمه اي والفاليو بتاعته بواحد. طيب دلوقتي كده انا مثلا لو عملت كل الفانكشن دي قلت انا مثلا اف الاي اكبر من مثلا او اكبر من 10 خلاص بريك، يعني هكسر اللوب دي. غير كده هفضل اعمل كول على الريكيرسيف كولينج دي. فين الريكيرسيف؟ مش هنا، لا هنا ريكيرسيف اندرسكور كولينج. وهعمل هنا ايه؟ هعمل هنا اي بلس بلس بحيث ان انا انكريز الاي دي. سوري هعمل هنا ريتيرن بالمنظر ده كده. طيب لو جيت عملت كول الريكيرسيف كولينج دي هتلاقي ايه دلوقتي؟ لو جيت عملت ريفرش ريكيرسيف كولينج انكود اكس دو باج هاز ديتكتد ا بوسيبل انفاينايت لوب اند ابورتد. ده ليه؟ ده معناه كده ان في انفاينايت لوب او الكول ستاك هيحصل، ان كده معناه هيحصل ستاك اوفر فلو. ليه بقى؟ يا ابني ما انا بانكريس الاي هنا. بس هو في حاجه، هو لو مسينا فتحنا مثلا الديباجر فين بي اتش بي. طيب الديباجنج انفايرمنت مش شغال عندي دلوقتي. بس anyway يعني هو اللي بيحصل ايه؟ ان انت مع كل مره بتعمل الفانكشن دي الفانكشن ريكيرسيفلي كولينج، فبتسيت الاي بتساوي 1، فتيجي تاني مره تشيك هل الاي اكبر من 10؟ طيب بلس بلس الاي دي هتبقى ب2، تروح مناديها الفانكشن تاني هتروح مرجعها الاي ب1، تشيك الاي تبقى ب2 تروح مرجعها الاي 1 وهكذا بقى. فالاي عمرها ما بتطلع عن 2، هي في كل كول بتبقى دايما ب2. يعني لو حاولنا نتخيل الموضوع ده يعني هتبقى اوضح شويه على الجافا سكريبت، لان هناك الديبنجنج هيبقى شغال. فلو عملنا هنا نيو سنيبت دلوقتي مثلا، لو جيت حطيت نفس الكود ده هنا وغيرنا دي شويه بقت دي كده ليت، هنا مثلا اف الاي دي اصغر اكبر من 10 اي بلس بلس، بس مش هنغير حاجه تاني. نيجي بس هنا نحط كلمه ديباجر دي اللي بنستنشيب بقى الديباجنج عندنا في جافا سكريبت. طيب دلوقتي انا عملت كتر الانتر هنا عشان ارن. طيب اول ما نعمل رن هتلاقي ايه دلوقتي؟ الفانكشن دي بتتنادى اول مره، هتلاقي انها اتحطت على الستاك. لو عملنا ستيب دلوقتي بتتنادى اول مره الاي بواحد، جميل جدا. بعد كده بتتنادى تاني مره اهي بيقول لك ان الاي بواحد، الاي هنا كانت بواحد يتشك هتلاقي في الاخر اي بتساوي 2 ريكيرسيف كولينج. اللي يحصل تاني ايه؟ الاي بواحد. فهمت اللي بيحصل؟ مع كل مره بتتحط على الستاك كل ما اعمل كل الفانكشن دي كل مره بتتحط الاي بيتعمل لها ري انيشاليز. فدي المشكله بقى اللي الستاتيك بتقدر انها تحلها. فلو رجعنا هنا كان الكود ده تاني، لو خليت دي ستاتيك بقى هنا وجيت عملت ران للكود ده هنقفل ده. بص البراوزر مش بيكراش لو شلتها، بص البراوزر المفروض هيديني ايرور هنا دلوقتي. لو جيت عملت ريفريش البراوزر هنا كده بيكراش. لو حطيت كلمه الاستاتيك هنا
خليتها دلوقتي الفاريبل ده يبقى ستاتيك، معناه ان هو يمينتين الكرنت فاليو اللي معاه. بص ما بقاش يكراش تاني. ده معناها ايه؟ معناها دلوقتي يعني هو طبعا الستاتيك كيورد مش سبورتد بجافا سكريبت، وانا للاسف الديباجنج انفايرمنت مش شغاله عندي، مش عارف اقول لك بشكل افيشنت بصراحه. بس اللي بيحصل دلوقتي ان المره دي بقى كانك طلعت دي بره كده مثلا، يعني انها ما بقتش بتتري انيشاليز مع الفاريبل، قصدي مع الفانكشن. بس ده بيفيدك في حاجات كتير. فكره ان الفاريبل يمينتين الكرنت فاليو اللي معايا دي بتحل لك مشاكل كتير جدا. واقرب مثال كده يعني بروبلم هنبقى نشوفها قدام مثلا في البروبلم سولفنج مع اليونت تيستنج، في حاجه زي الميموري هيبس مع الداتا ستراكشرز، زي ان احنا في بي اتش بي بالذات محتاجين حته الاستاتيك دي عشان نحل مشكله معينه، ان محتاجين الهيب بتاعتنا تمينتين الفاليوز. فالكلام ده يعني عارف انت بتبقى تركات بسيطه جدا كده، بس تلاقي ان هي كلمه ستاتيك هتحل لك ايرور طويل عويد جدا يعني. وبرده بعض البروبلمز الثانيه هنبقى نشوف ان احنا ممكن نحتاج حاجه زي دي فيها. طيب دول التو يوسجز بتوع الاستاتيك كيورد. يعني بحاول ان انا ارجع للموضوع ده تاني لو ظبطت الديباجنج انفايرمنت، هحاول ان انا اوريها لك ان شاء الله يعني بشكل اللي هي بتمشي ستيب باي ستيب ازاي. او لو انت عندك ديباجنج انفايرمنت شغاله ممكن انت تجربها. يعني هتعمل ايه؟ هترجع الديباجنج انفايرمنت بتاعتك، بعد كده انت هتبص بقى على كل ستاك وهتعمل واتش الاكسبريشن اللي هو الاي ده، او هتبص للستاتيك يعني هو سوري هتبص لكل ستاك بتطلع لك الاي في كل مره بكام. طيب لحد هنا يبقى احنا كده خلصنا الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نتكلم برده على توبكس جديده. زي ما انت شايف قدامك يعني دي كل التوبكس اللي معانا، فنبدا ان احنا نتكلم على توبكس جديده، حاجه مثلا زي الانترفيسز، حاجه زي التريتس، الانهيرتنس، كل الكلام ده اللي بنشوفه في الفيديوهات الجايه. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما يتعمل لها ابلود. هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو حابب تعمل لنا فولو. اتمنى ان انت تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.